بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدد الترحاب بكم أعزائي التلاميذ في حصة من حصص التمارين المخصصة لدرس أو لتثبيت معارف درس قوانين التركيب الداخلية. في الحصة الماضية تعرفنا على أو اشتغلنا على قانون تركيب داخلي معرف على جزء من R كان هو المجال واحد زائد ما لا نهاية. في هذه الحصة إن شاء الله تعالى نشوفوا قانون تركيب داخلي معرف على مجموعة أزواج لتغيير المجموعات المرجعية. نشتغلوا اليوم على مجموعة أزواج. نص التمرين يظهر أمامكم على الشاشة. نضع جي يساوي R إطوال بلس كوا R جداء ديكارتيني مجموعتين، ونعرف على المجموعة جي قانون التركيب الداخلي إطوال بالعلاقة اللي كتظهر أمامكم على الشاشة. المطلوب أن نبين أن القانون إطوال تجميعي في جي، وأنه يقبل عنصرا محايدا في جي مع تحديد هذا العنصر، ثم أن القانون غير تبادلي، وأخيرا تحديد مجموعة العناصر القابلة للمماثلة في المجموعة جي مزودة بالقانون إطوال. إذا نبدأ على بركة الله. أولا نخليو المجموعة جي ديالنا نصب الأعيون R إطوال بلس كوا R، وقانون التركيب الداخلي لكل قانون التركيب الداخلي يحتاج عنصرين من المجموعة جي اللي غادي نعرفوا عليها قانون التركيب الداخلي. كل عنصر من جي هو عبارة عن زوج. ينبغي الانتباه إلى طبيعة العناصر، هذا شيء أساسي في المجموعات وقوانين التركيب الداخلية. إذا لكل زوجين اكس ايغريك و اكس بريم ايغريك بريم من جي كاري، قانون التركيب نركب الزوج اكس ايغريك والزوج اكس بريم ايغريك بريم، فنحصل على زوج ايضا من جي اللي هو اكس اكس بريم، يعني ضرب المكون الاول من كل زوج، والعنصر الثاني او المكون الثاني لهذا الزوج هو اكس ايغريك بريم زائد ايغريك. x y بريم بلس y. هذه فقط معطيات التمرين تبقى حدانا. السؤال الاول نبين ان هذا القانون اطوال تجميعي. لاثبات التجميعيه نحتاج ثلاث عناصر، وينبغي الانتباه ثلاث عناصر وليس ثلاث اعداد، ثلاث عناصر من المجموعة المرجعية اللي هي جي. إذا أحتاج لثلاثة أزواج أو ستة أعداد حقيقية لتكون x y، هذا عنصر أول، و x بريم y بريم، و نأخذ أب مثلا عناصرا من المجموعة جي. هذا يعني ان اكس ايغريك ينتمي الى ار اطوال بلس فوا ار، بمعنى اكس ينتمي الى ار اطوال بلس عدد حقيقي موجب قطعا، في حين ان ايغريك هو فقط عدد حقيقي. اذا بغينا نخليو هذه المعلومات حدانا، كل من اكس واكس بريم و ا هي اعداد من ار اطوال بلس، في حين ان ايغريك وايغريك بريم و بي هي اعداد من ار. ما كنظنش غنحتاجو هذا بالنسبه للجمعيه. إذا نحسب بطريقتين مختلفتين مركب x y مع x بريم y بريم و a و b. لدينا x y مركب x بريم y بريم والكل إطوال a b يساوي x x y إطوال x y x بريم y بريم بالتعريف x x بريم x y بريم بلس y، ومركب مع العنصر ab او الزوج ab. بتعريف القانون ضرب العنصر الاول في العنصر الاول هنا، يعني x x بريم a،
العنصر الأول مضروب في العنصر الثاني x مضروب في y بخيم، يعني x x بخيم مضروب في العدد b زائد العنصر الثاني من الزوج الأول اللي هو x y بخيم زائد y. هذا من جهة، ولدينا الصيغة ديالنا غير قابلة للتبسيط، لدينا x y اطوال x بريم y بريم اطوال ab. الان بتجميع x بريم y بريم و ab x y اطوال x بريم مضروب في a x بريم مضروب في b زائد y بريم. نركب مرة أخرى، x مضروب في x بريم a، x مضروب في هذا العنصر، يعني x عامل لx بريم b زائد y بريم، والكل زائد العنصر الثاني اللي هو y، يساوي بعد التبسيط x x بريم a. المكون الثاني بنشر التعبير x x بريم b زائد x y بريم زائد y. x x بريم مضروب في b زائد x y بريم زائد y، x x بريم a x x بريم a الزوجان متساويان، وبالتالي التعبيرين متساويان، ونستنتج أن القانون إطوال تجميعي في المجموعة G. إذن x y إطوال x بريم y بريم إطوال AB يساوي x y إطوال x بريم y بريم إطوال AB. ومنه إطوال تجميعي في المجموعة G. ننتقل إلى السؤال الموالي. في السؤال الموالي مطلوب أن نبين أن القانون إطوال يقبل عنصرا محايدا في المجموعة G مع تحديد هذا العنصر. إذا لاحظنا مزيان في تعريف القانون إطوال، إذا بغينا نقلبوا على عنصر محايد زوج x بريم y بريم، العنصر المحايد غيكون عبارة عن زوج ينتمي إلى R إطوال بلس كوا R. فبالملاحظة إذا احتاجيت أن هذا العنصر x y مضروب في x بريم y بريم يساوي الزوج x y، باش يكون هذا عنصر محايد بعد التحقق ان ايضا من الجهه الاخرى ان القانون ليس تبادليا، ما ننساش هذه. يكفي ان ناخذ باش يتساووا لينا هاد الزوجين اكس بريم يساوي 1 فاحصل على اكس. هنا باش نحصل على y مهما تكون القيمه ديال اكس يكفي ان اعدم هاد الجزء y بريم مضروب في x، يعني القيمة صفر بالنسبة لي y كافية، y بريم يساوي صفر، وأتحقق أن الزوج المحصل عليه ينتمي بالفعل إلى المجموعة G، واحد موجب قطعا وصفر عنصر من R، كيبقى لنا فقط نصيغو هذا ونتحققو من الجزء الثاني. دائما أكرر أن القانون إطوال باقي ما بيناش، ما عرفناش عليه التبادلية، ولكن داير في التمرين راه مازال السؤال الموالي لك تذكروا غادي نبينوا أن القانون جوستومون ليس تبادليا. إذن بعد ما لاحظت الملاحظة ونرجع نصيغ مزيان الجواب. لدينا
الزوج واحد صفر ينتمي إلى جي، و لكل إكس إغريغ، لكل زوج إكس إغريغ من جي، إكس إغريغ إطوال 1 0 بتعريف القانون إكس مضروب في واحد اللي هو إكس، إغريغ مضروب في صفر أو باردون إكس مضروب في صفر اللي هو صفر زائد إغريغ، فأحصل على ما نكتبها هنا باش نوضحو مزيان أن إكس مضروب في صفر زائد إغريغ اللي غيساوي لنا الزوج إكس إغريغ. هذا غير كافي للحديث عن عنصر محايد، نتحقق أن أيضا و دائما لكل إكس و إغريغ من جي إكس أو واحد صفر إطوال إكس إغريغ بتعريف القانون دائما واحد مضروب في إكس إكس، واحد مضروب في إغريغ إغريغ زائد صفر ويساوي الزوج إكس إغريغ. إذن العنصر واحد صفر يحقق جميع الشروط المنصوص عليها في تعريف العنصر المحايد، هو عنصر من المجموعة جي مركبه مع عنصر إكس إغريغ من جي سواء من جهة اليمين أو من جهة اليسار يعطي الزوج إكس إغريغ، وبالتالي الزوج واحد صفر هو العنصر المحايد للقانون إطوال في المجموعة جي. ننتقل إلى السؤال الموالي اللي مطلوب فيه نبين أن القانون غير تبادلي. القانون غير تبادلي، للتذكير قانون تبادلي لكل إكس وإغريغ من جي أو من مجموعة المرجعية إكس إطوال إغريغ يساوي إغريغ إطوال إكس، باش نبينوا أن قانون غير تبادلي نفي العبارة إيجاد عنصرين أ و ب من مجموعة المرجعية اللي غنشتغلوا فيها مثلا هنا جي، بحيث يكون المركب أ إطوال ب يخالف المركب ب إطوال أ. هذا كيحلنا على مثال مضاد يكفي إيجاد عنصرين. المثال المضاد ممكن أننا نديرو اختيارات عشوائية، ولكن هذا ماشي دائما صحي. من الأفضل البحث عن مثال مضاد منطقيا، أبحث عن عنصرين، ما عدا ماشي صيغة نهائية ديال الجواب عاد غنرجعو نصيغو الجواب. نبحث عن عنصرين X و Y بحيث يكون المركب X Y إطوال X بريم Y بريم مخالف للمركب، أبحث عن أربعة عناصر X Y و X بريم و Y بريم، عنصرين يعني زوجين X بريم Y بريم إطوال X Y، بمعنى X X بريم x y بريم زائد y يخالف x بريم x و x بريم y زائد y بريم. لاحظ ان هذا الزوجين عندهم نفس المكون الاول، هذا ما غاديش نفكر فيه. نحاول نقلب على عناصر x و y و x بريم و y بريم، يكفي ان يكون x y بريم بلس y مخالفا ل x بريم x y بريم زائد y مخالف ل x بريم y زائد y بريم. نشوفوا متى يتحقق التساوي. x y بريم زائد y يساوي x بريم y زائد y بريم، هذا مكافئ لتعمير مثلا هنا y و y بريم. y بريم عامل ل x ناقص 1 يساوي y عامل ل x بريم ناقص 1. بهذ الشروط يتحقق التساوي. إذن باش يكونوا هاد العناصر، باش تكون هاد الاختلاف هذا، يكفي مثلا ناخذ هنا
صفر، يعني هنا الطرفين يخالفان الصفر معا. مثلا إذا كان هذا الجداء يساوي صفر وكلا الطرفين أو كلا العاملين هنا يخالفان صفر، يكون الاختلاف فقط نرد البال للانتماءات x، x عنصر x و x بريم عنصران من r اطوال بلس. إذن إذا بغيت نختار مثلا على إعدام هذا الجزء، إما ناخذ y بريم يساوي صفر يفي بالغرض، أو x يساوي واحد أيضا يفي بالغرض. فإذا خدينا مثلا x يساوي واحد، نأخذ y يخالف الصفر، y يخالف صفر وينتمي إلى R أي قيمة من الاختيار ديالي، أخذ واحد مثلا، و x بريم يخالف واحد وينتمي إلى R إطوال بلس، x بريم ينتمي إلى R إطوال بلس ويخالف واحد، باش يكون x بريم ناقص واحد يخالف الصفر. نأخذ مثلا x بريم يساوي اثنان. بالنسبة لي بريم ما عليه حتى شي شرط كيف ما بغات تكون القيمة ديالو، ناخذ قيمة من الاختيار ديالي مثلا y بريم يساوي أيضا اثنان مع احترام انتماء y بريم إلى R. غنردو البال في اختيار الأمثلة المضادة أو اختيار العناصر، دائما ما نخرجوش على المجموعة المرجعية فين كنشتغلو. إذا بهذه الاختيارات الآن عاد غادي نصيغوا الجواب، باقي ما بديناش في الصياغة ديال الجواب، كانت هذه تقنية للبحث عن مثال مضاد. كيف قلت أنه كنا نديروا تخمين ومحاولات عشوائية راه ممكن نحصلوا على مثال مضاد، ولكن في بعض الحالات هذا كيقدر يدي لنا الوقت أكثر. نأخذ الزوج، الأزواج اللي خدينا هنا هي إكس إي بمعنى واحد واحد، والزوج اثنان اثنان. ولدينا اولا اشير الى كون الزوج واحد واحد ينتمي الى الجي، وايضا الزوج اثنان اثنان ينتمي الى المجموعة جي، ومركب الزوج واحد واحد مع الزوج اثنان اثنان في الترتيب بتعريف القانون واحد مضروب في اثنان اثنان، واحد مضروب في اثنان اثنان زائد واحد ويساوي ثلاثة، في حين ان اثنان اثنان مركب مع العنصر واحد واحد يساوي اثنان مضروب في واحد اثنان، هذا نرى ما يختلفوش في هذا العنصر، دائما نفسه اكس اكس بريم، يختلفوا في العنصر الثاني، جوج مضروب في واحد جوج زائد اثنان ويساوي اربعة، الزوجان مختلفان، وبالتالي هذا مثال مضاد، وهذا يعني ان القانون اطوال ليس تبادليا. اذا تحققنا أن واحد واحد إطوال اثنان اثنان مخالف لإثنان اثنان إطوال واحد واحد، علما أن العناصر كلها عناصر من المجموعة جي، ومنه إطوال ليس تبادليا في المجموعة جي. ونمر إلى آخر سؤال في التمرين، وهو تحديد مجموعة العناصر القابلة للمماثلة في المجموعة جي مزودة بالقانون إطوال. لتحديد مجموعة العناصر القابلة للمماثلة نحتاج أولا عنصر من G ليكون X Y عنصران من المجموعة G، ونبحث هل يوجد زوج X بريم Y بريم من المجموعة G أيضا، بحيث مركب X Y
و اكس بريم واي بريم من الجهتين، لان القانون ليس تبادليا. اكس بريم واي بريم اطوال. هنا الاهميه ديال التبادليه، في ظل التبادليه كنتفاهم كثير من الاشياء. الان في التمرين ديالنا القانون غير تبادلي، اذا خصنا هذا الزوج اللي غنقلبوا عليه اكس بريم واي بريم مماثل ان وجد، يجب ان يحقق المتساويتين، يساوي العنصر المحايد في المجموعه اللي بيناه في سؤال سابق، يساوي الزوج 1-0. وللبحث عن هذا الزوج نكتفي بإحدى المعادلتين كشرط لازم، ثم نتحقق بالشرط الكافي. لدينا مثلا، إذا خدينا المعادلة الأولى x y x بريم y بريم يساوي 1-0، مكافئة بتعريف القانون ديالنا للزوج x x بريم x y بريم بلس y يساوي الزوج 1-0. تساوي زوجين يؤدي الى نظمة، هذا يكافئ النظمة اكس اكس بريم يساوي 1 و اكس y بريم زائد y يساوي 0. دائما في هذه المعادلات ديال نرد البال للمجهول وبارامتر، أنا نبحث x و y عنصران، أو الزوج x y هو عنصر من جي معلوم، نبحث عن الزوج x y x بريم y بريم، يعني نعبر عن x بريم و y بريم بدلالة x و y. النظمة السابقة تكافئ. المعادلة الأولى x هو عنصر من، بما ان اكس واي عنصر من جي مكتوب هذا، دونك نرد البال اكس واي هو ينتمي الى جي، اذا اكس ينتمي الى ار اطوال بلس، فهو يخالف الصفر. اذا هذا كيعطينا الحق في كتابه اكس بريم يساوي 1 على اكس. ايضا هنا غنحتاج قسمه على اكس اللي هو يخالف صفر، و واي بريم يساوي ناقص واي على اكس، واي بريم يساوي ناقص واي على اكس. وافسر هذه النتائج جايه من كون ان اكس يخالف الصفر لانه ينتمي الى ار اطوال بلس. اذا الحل موجود، ينبغي التحقق أولا أن هذا الزوج المحصل عليه عنصر من جي، بمعنى أن إكس بريم عنصر من R إطوال بلس و Y بريم عنصر من R. ولدينا 1 على إكس، بما أن إكس يخالف صفر، فواحد على، بما أن إكس موجب قطعا، إكس موجب قطعا، هذا يعني أن 1 على إكس أيضا موجب قطعا، و ناقص y على x ينتمي الى r، لان y عنصر من r و x عنصر من r اطوال بلس، يعني يخالف صفر، لنا كيهمنا فقط انه يخالف صفر. إذن الزوج اللي حصلنا عليه اللي هو الزوج x بريم y بريم اللي هو 1 على x ناقص y على x هو عنصر من G، لأن 1 على x ينتمي إلى R إطوال بلس وناقص y على x ينتمي إلى R، إذن هذا من جهة فهو عنصر من G، هذا أساسي بالنسبة للمماثل، يجب أن ينتمي المماثل إلى المجموعة المرجعية. نتحقق الآن النظمة ديالنا أو المعادلة حليناها بتكافؤ، هذا يعني أن هذا الزوج اللي حصلنا عليه يحقق هذه المعادلة،
ما محتاج في الاصل ما محتاج انني ندير تحقق لان التكافؤ موجود، ولكن التحقق مزيان باش نتاكد من النتيجه. لربما نكون درت شي خطا خلال مراحل الحساب، والتحقق ما غيديش مني الوقت كثير. ضير غنحتاج التحقق الثاني اللي باقي ما درتوش، اللي هو الجزء الثاني، ان اكس بريم واي بريم ايطوال اكس واي ايضا يساوي 1-0، لان القانون ليس تبادليا. نردوا البال مع التبادليه بكثره ما انه في الكثير من التمارين كيكون القانون تبادلي، فكنقتصروا دائما في العنصر المماثل على نصف واحد الشطر يعني متساويه واحده، ولكن اذا كان القانون غير تبادليا راه ضروري من التحقق من المتساويتين. اذا يبقى دابا في الاصل خصنا نتحقق من الشطر الثاني، ولكن غندير التحقق للشطرين معا. اذا ولدينا اكس واي مركب مع هذا العنصر اللي حصلنا عليه ان سور اكس ناقص واي على اكس، اللي قلنا هذا ضروري الا كانت مراحل الحل صحيحه ضروري يعطينا 1-0 لانه حل للمعادله. نتحقق اكس مضروب في 1 على اكس 1، اكس مضروب في العنصر الثاني اللي هي اكس مضروب، غادي نكتب باش ما نزربش في الحساب، اكس مضروب في ناقص واي على اكس، والكل زائد العنصر الثاني هنا اللي هو واي، ويساوي اكس مضروب في ناقص واي على اكس ناقص واي، ناقص واي زائد واي 0، فاحصل على العنصر المحايد 1-0. هذا من جهه. اخرى الان 1 على اكس ناقص واي على اكس مركب مع العنصر اكس واي، ايضا 1 على اكس مضروب في اكس وواحد على اكس مضروب في واي بمعنى واي على اكس، والكل زائد ناقص واي على اكس، اللي غادي يساوي لنا ايضا 1-0 العنصر المحايد. اذن انتماء هذا العنصر الى الجي وتحقيقه للمتساويتين معا لكل زوج اكس واي من جي، ما شرطنا حتى شي حاجه على الزوج اكس واي، هو فقط عنصر من جي، هذا يعني ان جميع عناصر المجموعه جي هي قابله للمماثله بالنسبه للقانون اطوال، ومماثل العنصر اكس واي اللي غيكون وحيد بطبيعه الحال لكون القانون تجميعي هو اللي شفنا في السؤال الاول. للتذكير، عندما يكون القانون تجميعيا فإن كل عنصر يقبل مماثلا على الأكثر، بمعنى إن قبل مماثلا فهذا المماثل هو وحيد. إذا بهذه الشروط كاملة، إذا جميع عناصر جي هي قابلة للمماثلة في المجموعة جي مزودة بالقانون اطوال، ومماثل هذا فقط اختياري ما مطلوبش من نفس السؤال، ولكن راه لقيناه، ومماثل العنصر اكس واي من جي هو العنصر 1 على اكس ناقص واي على اكس، مماثل هذا العنصر والعنصر. هكذا اعزائي نكونوا اجبنا عن جميع الاسئله الوارده في التمرين والتي تظهر امامكم مره اخرى على الشاشه. حصه اليوم انتهت، اتمنى ان تكونوا قد استفدتم معنا في هذه الحصه كباقي الحصص، والقاكم في فرصه قادمه ان شاء الله. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.